السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله في أحسن حال وجمعة طيبة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم معانا درس شيق وممتاز، وهو معرفة 6 أخطاء في الإنفرتر. إذا فعلتها سوف تؤدي إلى حرق الإنفرتر، يعني سواء كان آجلا أم عاجلا. فيجب أن ننتبه من 6 الأخطاء، سوف نتعرف لها في الفيديو الشيق إن شاء الله، وسوف نشرحها خطوة بخطوة. 6 أخطاء يقع فيها الكثير من الناس تؤدي إلى حرق الإنفرتر، سواء كان معك موجة جيبية أو موجة مربعة أو أي إنفرتر معك، سواء كان غالي رخيص سوف تؤدي إلى تلفة، نتعرف إليها إن شاء الله. نلاحظ الخطأ أعزائي المشاهدين، وهو قلب الكيبلات الإنفرتر في البطارية، وضع القطب السالب في الموجب والموجب في السالب، يعني تعكس السلكين، وهذا يؤدي إلى ضرب الإنفرتر على طول وضرب الفيوز. عادة يضرب الفيوز كحماية لك قاطع في الإنفرتر، ولكن أحيانا يضرب الإنفرتر بشكل كامل، وهذا الخطأ بعينه، خصوصا عندما تكون متعمد أو غير متعمد، يؤدي إلى تلف الإنفرتر. والطريقة الصحيحة لربطها وهي كالتالي. طبعا فعل القطب الموجب في الزايد والقطب السالب في الناقص الأسود زي ما تلاحظون في الصورة طبعا. وهذه طبعا أكثر الأخطاء من أخواننا يقعون فيها، سواء كان يعني بدون قصد أو الواحد ما ينتبه، يبدل السلك الأحمر مكان السالب والسالب مكان الأحمر، ويؤدي إلى انفجار الإنفرتر طبعا. والطريقة الصحيحة وهي كالتالي، وضع كل موجب في مكانه الصحيح طبعا، وهذه طبعا الصحيحة. الخطأ الثاني طبعا تشغيل الإنفرتر على بطارية حجم أقل، يعني فولت أقل، 6 فولت أو 9 فولت أو 10 فولت، هذا يؤدي إلى تلف الإنفرتر طبعا، ما يعني يخرب عليك الترانزستورات والأيسيهات، يعني يظل الإنفرتر يناهز، يعني ما يعطيه العزم، وهذا يؤدي إلى تلف الإنفرتر طبعا. الطريقة الصحيحة في شبكها وهي كالتالي، تشبك بطارية 12 فولت، الطريقة الصحيحة نشبكها في الإنفرتر 50 أمبير، أو 12.80 فولت، يعني البطارية عندما تكون ممتلئة بالشكل الصحيح. هذه هي الطريقة الصحيحة للإنفرتر لشبكها عبر البطارية. هذه هي الطريقة الصحيحة. الخطأ الثالث أعزائي المشاهدين، شبك الإنفرتر بفولتية أكبر، مثلا 16 فولت أو 17 فولت أو 18 فولت، هذه تؤدي إلى حرق الإنفرتر وعدم مراعاة الإنفرتر، تحترق الترانزستورات والأيسيهات رأسا. يجب مراعاة الإنفرتر بالفولتية الصحيحة. طبعا زي ما قلنا، إذا شبكنا 16 فولت أو 18 فولت تؤدي إلى حرقه. الطريقة الصحيحة لشبكه وهي 12.80 فولت زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، أو 12.50 فولت، هذه هي الطريقة الصحيحة لشبك الإنفرتر ومراعاته تماما، زي ما تلاحظون 12.80 فولت، هذه هي الطريقة الصحيحة. الخطأ الرابع اللي يقع فيه أكثر الناس، وهو شاحن الطنجر أو الشاحن الكهرباء الإيسي، يشبكوه على المحول، وهذا خطأ طبعا. هذا شاحن بطاريات، سواء كان 20 أمبير 50 أمبير زي ما تلاحظون في الصورة، هذا 20 أمبير، وهذا خطأ، يشبكوه في الإنفرتر رأسا، وهذا يؤدي إلى حرقة طبعا. أول محول الآخر هذا نلاحظ نفس الكلام، إذا شبكناه من الكهرباء إلى الإنفرتر رأسا، سوف يحترق عليك الإنفرتر، سوف يحترق الترانزستور والأيسيهات، سوف تسخن وتحترق عليك.
الطريقة الصحيحة شبكها من البطارية. لاحظوا هنا أيضا أعزائي المشاهدين الخطأ الخامس، وهو أكثر الناس يقع فيه، إشارة الانفرتر عند زر التشغيل في حمراء لمبة تجي عندما نلاحظ اللمبة الحمراء تظهر باستمرار مع إشارة الصفارة. هذا ضعف البطارية تماما، وهذا يؤدي إلى حرق الانفرتر، يؤدي إلى انخفاض الجهدة، وهذا يحترق تماما عليك مع الوقت يعني. فالطريقة الصحيحة أن نعطيه 12 فولت، يعني مجرد ما نسمع الصوت الصفارة في الانفرتر يجب أن نطفيه رأسا تماما، لأنه يؤدي إلى حرق الأيسيهات في الجهاز تماما، ويجب مراعاة الجهاز. وهذه برضو خطأ يقع فيه أغلبية الناس، يعني مش عارفين بالخطأ ويحترق عليهم. الخطأ السادس زي ما نلاحظ هنا زيادة الأحمال على الانفرتر. يجب أن تفهم عزيزي المشاهد، إذا كان لديك انفرتر 1500 وات واستهلاكك في البيت مثلا 1200 وات أو 1300 وات، هذه خطأ. يجب أن تريح المحول. كيف تريح المحول؟ يعني تأخذ حجم أكبر. إذا كان استهلاكك 1000 وات 1200 وات أو 1300 وات، يجب أن تأخذ 2000 وات لكي المحول يكون في أريحية، ما يكون عليه ضغط زيادة، لأن إذا سخن المحول وصار ضغط زيادة سوف يؤدي إلى حرق، يؤدي إلى حرق الترانزستور والأيسي هات تبع الانفرتر. وهذه ممكن أكثر الناس ما يعرفوها، يعني لازم تأخذ لك تحسب أولا أحمالك. إذا كان أحمالك 1000 وات تأخذ لك 2000 وات من المستحسن، الأفضل طبعا لكي يعيش معك الانفرتر فترة طويلة وما يكون عليه جهد في الاستخدام لكي يطيل معك عمر افتراضي أطول. فهذه طبعا عدة نقاط وعدة عوامل مهمة جدا يجب أن ننتبه منها، لأنه الانفرتر إذا حملناه حمل زايد ممكن يشتغل معك فترة لكن مش فترة طويلة، وبيحترق عليك الترانزستور والاي سي الانفرتر يعني بلا شك بلا محال. دائما وابدا انا انوه الاخوه الكرام، سواء كان عندك محول بيور او مربعه او اي محول، تحسب الاحمال اللي تبعك مثلا 600 وات خذ لك 1500 وات افضل لكي يعيش معاك الانفرتر، وبهذا الطريقه تكون يعني حافظت على الانفرتر. ان شاء الله ان الفيديو بسيط ونال اعجابكم. وهذه طبعا ستة اخطاء في الانفرتر يجب الانتباه منها لكي تحافظ على الانفرتر الخاص بك، سواء كان بيور ساين ويف، الموجة النقية، او الموجة المربعة، الانفرترات اللي اغلبيتها اليوم موجودة ومنتشرة في الاسواق، فيجب ان تنتبه يعني. هذه طبعا دروس بسيطة، يعلم الله في انشغالنا في العمل ومشاغل الحياة حبينا ننزل لكم هذا الفيديو البسيط. ولا تنسوا اخواننا في غزة بالدعاء لهم، ربنا ينصرهم على المعتدي الاسرائيلي الصهيوني والامريكي، ربنا يكون معاهم وينصرهم دائما يا رب العالمين. وفي نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.